ينضم إلينا من جنيف السيد يانس لاركا المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا. أهلا بك ومرحبا معنا سيد يانس. ما الذي يعنيه أن تستمر إسرائيل في عملياتها العسكرية وأن توسع من حدود هذه العملية إذا كان في رفح الفلسطينية أو حتى في الشمال في ظل إغلاق المعابر؟ إنما نراه حاليا في الوقت الراهن يعتبر كل الأمور التي حذرنا ضدها على مدار الشهر الماضي. لقد كان هناك كثير من التحذيرات ولكن تحققت في نهاية الأمر ونفذت إسرائيل كل خططها. ونرى أن هناك المزيد من التحركات العسكرية في رفح فيما يتعلق أيضا باستمرار إغلاق الحدود. الأمر يتسبب في كثير من المشكلات وهناك الكثير من المواطنين الذين توفوا وقتلوا في غزة بسبب هذه العمليات الأخيرة. وأيضا فيما يتعلق بهذه العمليات المستمرة سوف تؤدي إلى كارثة محققة. ما الذي يعنيه الحديث عن مناطق آمنة الآن بالنسبة لكم سيد يانس الذي تتحدث أو يتحدث عنه الجانب الإسرائيلي وضرورة أن يتوجه المواطنون إلى هذه المناطق؟ حسنا، إن الفكرة الأساسية بالملاجئ الآمنة تعتبر خيال، فبالتالي الأمر غير واقعي نهائيا. في هذا الصباح أكثر من 810 ألف بالتحديد من المواطنين قد طردوا خارج رفح وقد نزحوا أيضا تجاه البحر إلى تلك الأماكن المزعومة بالأماكن الآمنة، ولكن هذه الأماكن غير آمنة نهائيا. بالإضافة إلى المسارات التي يسيرون فيها تتسم بالكثير من الخطورة، وبمجرد وصولهم لا يجدون ما يكفي من المساعدات الإنسانية ولا يوجد أي بنية تحتية يعملون ولا يجدون أي شيء إلا الوجود والعيش في مناطق مخيفة للغاية في ظل نقص كبير في المياه والأطعمة. ماذا عن ما يخص ما تقوم به الولايات المتحدة وبناء ما يسمى الرصيف البحري العائم بساحل غزة؟ كيف يبدو لكم إنسانيا وهل يمكن أن ينقذ ما يمكن إنقاذه في هذه المرحلة؟ حسن، فيما يتعلق بالأنشطة الأممية نحن مصرون ومستعدون لتقديم المزيد من المساعدات إلى المواطنين في غزة. لقد بدأنا ولا زلنا على أرض الواقع، ولكن بالطبع هناك الكثير من العراقيل، ولكن لدينا كذلك نقص كبير في الإمدادات التي نوزعها، وأيضا بسبب إغلاق المعابر وإغلاق المسارات المؤدية إلى المعابر الرئيسية مثل رفح وكرم أبو سالم نواجه الكثير من العراقيل. فبالتالي نحن في حاجة إلى فتح كافة المعابر والمساعدات تنتهي كل يوم وتتناقص وحتى الوقود يتناقص كل يوم. بالتالي سوف نصل إلى مرحلة إلى عدم التمكن من تشغيل الشاحنات ونقل المساعدات. بالطبع سوف تؤثر على كافة المعدات والمولدات وسوف تؤثر على عمل المستشفيات والعيادات. كل شيء سوف يتوقف بسبب التناقص الرهيب في الوقود. فيما يتعلق بالجسر البحري وهذا الرصيف البحري لقد رأينا أن هناك بعض العمل، أعني أن كل المساعدات التي تأتي من خلال الجسر تنتهي بشكل سريع، وبالطبع لا زال هناك مجاعة ولا زال هناك مشكلة كبيرة في قطاع غزة بشكل عام. وقد أوضحنا تماما وجهة نظرنا أن هذا يعتبر إضافة إلى المعابر الحدودية التي تعتبر هي المسارات الوحيدة التي يعتمد عليها بشكل تام. فبالتالي الجسر البحري مفتوح ولقد رأينا أولى الشاحنات التي تعبر، ومرحبا بهذه المساعدات بالطبع، ولكن هذا لا يعتبر عوضا عن الممرات والمعابر الحدودية. سيد يانس، ما هي شواهد أو سيناريوهات اللجوء رحلة الخوف التي يضطر فيها المواطنون الفلسطينيون وتحديدا في رفح الفلسطينية في جنوب القطاع للمضي فيها قدما في ظل عدم الحديث عن طرق برية آمنة في ظل استمرار هذا القصف؟
حسنا، أن هناك الكثير من الخوف واليأس والمأساة وعدم الموثوقية كذلك، وأعتقد أن هذا الأمر متزايد. هناك فقدان للأمل بشكل تام. إذا ما كنت لديك عائلة في رفح، فبالتالي سوف ترغب في أن تعتني بكل احتياجاتهم، ولكن سوف تضطر للانتقال حتى إلى 5 مرات، تطرد من مكانك حوالي 5 مرات وبشكل سريع، ويجلبون كل ما يمكنهم معهم، فبالتالي ينطلقون في رحلة مرعبة. هذا بالطبع حياة غير كريمة وغير شريفة للمواطنين من أن تطرد العائلات من أماكنهم. وبالطبع فيما يتعلق بغياب الأمن والسلم في هذه المسارات يشكل أزمة جديدة ويشكل أزمة داهمة وخطرا كبير وصولا إلى المناطق الأمنة المزعومة. وبالطبع يواجهون الكثير من القصف والاستهداف في طريقهم، فهذا الطريق محفوف بالخطر، وبالتالي بعد ذلك تنطلق إلى بعض المناطق غير المؤكدة التي لا تعلم إن كان هناك بنى تحتية أو مياه أو غذاء أو دواء. فبالتالي بشكل مطلق هذه خطوة مدمرة تماما للعائلات، ويعتبر هو الحل الوحيد. ولكن في حقيقة الأمر الحل الوحيد أن يكون هناك وقف إطلاق النار للأغراض الإنسانية في البداية. سيد يانس، أنت تتحدث عما يحدث داخل قطاع غزة وشكل هذه الرحلة، وكأنك تعيش مع هؤلاء الفلسطينيين، فيما يبدو أنه نقل للصورة حقيقية إليكم. كيف تتعاملون مع هذه المعطيات وهذه الشواهد التي تصل إليكم دوليا؟ حسناً، أعتقد في البداية أن هذا الأمر عصيب للغاية، لا يمكن أن يصدقه أي مواطن بكل يسر. بالطبع المواطنين العاديين لا يمكنهم تخيل مدى المأساة والكارثة التي يعيش فيها المواطنين في غزة. بالنسبة لنا الذين نعمل في العمل الإنساني وتقديم المساعدات الإنسانية، نحن نحاول إيصال كل قدر ممكن من المساعدات وتنفيذ كافة الأنشطة المتاحة لنا من أجل تغيير الموقف الراهن إلى الأفضل. في توسيع عمليات جيش الاحتلال الآن في رفح الفلسطينية، سيد يانس، الجميع يتحدث ويؤكد عن كارثة إنسانية ستحدث. بالنسبة لك، هل حتى هذه اللحظة إسرائيل لم تقدم على توسيع هذه العمليات، وما الذي سيحدث إذا أقدمت على هذه الخطوة؟ حسنا، بالطبع نحن نتحدث ونتواصل مع الجانب الإسرائيلي في كل يوم. نحن نفعل قصارى جهدنا من أجل تنفيذ بعض الإجراءات المشتركة من أجل الحصول على التنسيقات والتصاريح الأمنية اللازمة لنا من أجل التحرك في غزة. بالإضافة إلى ذلك، نحن في حاجة إلى تصاريح للمركبات والشاحنات التي تدخل غزة، حيث تخضع لعمليات فحص وتدقيق كبير من جانب إسرائيل، وهناك الكثير من الآليات التي يمكن تنفيذها. ولكن في نهاية المطاف لابد من النظر إلى الكارثة الإنسانية التي تلوح لنا في الأفق، ويبدو أنها سوف تزداد، ولابد من يكون هناك خطوات فاعلة وإيجابية في هذا الشأن. وبذلك يمكن أن نقول أن من يقاتل في هذه الحرب والذي يتسبب في هذه الحرب يعيق أيضا عمل العمليات الإنسانية، ولابد من إنهاء هذه الأزمة. كيف يبدو تعامل الجانب الإسرائيلي معكم سيد يانس، مع الحديث وكثرة الحديث عن طريقة غير صحيحة أو طريقة غير قانونية في تعامل الجانب الإسرائيلي مع أي وفود تدخل إلى قطاع غزة؟ في البداية من الأهمية بمكان أن نؤكد أن يكون هناك تنسيق جيد مع الجانب الإسرائيلي، وأن يكون هناك تعاون بين كافة الأطراف. ولهذا السبب الأمم المتحدة موجودة في غزة من أجل تقديم المساعدة إلى المواطنين المدنيين، ولابد أن يكون هناك كثير من الآليات لتفعيل آليات التنسيق ومن أجل تقديم المساعدات إلى العائلات. ولكن بالرغم من ذلك، أعتقد من وجهة نظري أن التعاون من الجانب الإسرائيلي متعنت جدا، ولابد من اتخاذ كافة الإجراءات من أجل تصحيح هذا المسار. ما هي المراحل التي قد يمر بها
أي إجراءات أو تمر بها أي إجراءات أو أي وفد تابع للأمم المتحدة في طريقه إلى قطاع غزة أو في استئناف مهام عمله الآن في هذه المرحلة مع توسع لهذه العمليات؟ هناك كثير من الإجراءات البيروقراطية. إذا ما كنت أحد الرعاية يمكن لابد من أن تحصل على تأشيرة تصدرها السلطات الإسرائيلية المعنية، وبالطبع هذا يأخذ وقت طويل. يمكن أن يكون هناك العاملين في المجال الطوارئ الذين ينتظرون لأسابيع وأشهر ولكن لا يحصلون في النهاية على التأشيرات أو تتأخر. من المهم أيضا بمجرد الدخول العاملين في الأمم المتحدة والعاملين في المساعدة الإنسانية يخضعون لنفس الشروط الذين تعرضون لها الفلسطينيين، وبالطبع هم يجدون صعوبة كبيرة في الحصول على المياه والغذاء والأدوية أو الرعاية الطبية حتى. ولكن في غياب هذه الأمور الأساسية للحياة يصعب تنفيذ العمل المخول له عمله كأحد العاملين في القطاع الإغاثي والإنساني. فبالتالي ربما تكون هناك الكثير من التحديات، ولكن هناك كثير من التعنت من الجانب الإسرائيلي. من جنيف السيد يانس لاركي المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، شكرا جزيلا لك.